كان نحن ندخل السياسة أو نعمل الهيئات السياسية لخدمة البلد. شو أخذت منك؟ التهذيب والآداب والإيمان والإخلاص والاحترام. In the summer of 1978, Asada disappeared along with two of his companions went missing while on a visit to Libya to meet Gaddafi. The thousands of people who came to show their loyalty to the prominent cleric believe he is still alive. Since 37 years, Ayman has been kidnapped. And we still believe he will come back and every year after year. المعارك الداخلية ربما تؤدي إلى تدخل خارجي في شؤون لبنان كما هو متوقع. جميل أن تعرف معنى العطاء، والأجمل هي أن تعطي. العطاء، مساعدة الآخرين وفعل الخير هي بعض الصفات التي تتجسد وتتواجد في ضيفتي. هي امرأة ديناميكية صلبة وناشطة في مجال حقوق الإنسان. هي شقيقة الإمام المغيب موسى الصدر. بعد تغيبه حملت الوصية وتابعت المسيرة وتصدت إلى مهمة استكمال عمل المؤسسات والحفاظ على مكوناتها وأهدافها. ست رباب الصدر، أهلا وسهلا فيك اليوم، بيسعدني أني أتحاور معك. أهلا فيك ويسعد مساك. وأهلا وسهلا فيك بولاية ميشيغان، هيدي 23 زيارة لإلك. نعم. مزبوط؟ يعني زيارات كثيرة، أنا جاي على ديربورن وكل سنة بيصير فيه بانكويت عشاء خيري نلتقى مع الجالية اللبنانية الحبيبة. نعم. بيجوا كلهم بيشاركوا وبيتبرعوا وبيساهموا وبيدعموا المؤسسة. فعلا جو كتير حلو، بتحسي هيك هاللقاء مثل العيد. نعم. كأنه عيد في الكل. نعم. ملتقيين مع بعضهم. نعم. بيعايدوا بعضهم. حلو كتير. شقيقك الإمام المغيب موسى الصدر قال: أرى الله عندما أكفكف دمعة وأخدم محتاجا. يا ريت تشرحي لنا أكثر عن هذه الجملة. أختي العزيزة، في توصيات كثير مهمة بالنسبة لليتيم. نعم. يعني في قول للنبي بيعمل هيك، بيقول أنا وكافل اليتيم هيك، يعني بهالشكل. نعم. كأننا يعني سويا بهالمستوى. توصيات دينية، توصيات إنسانية بالنسبة لليتيم، خاصة يتيم اللي بعده صغير، إن كان ولد أو بنت، يعني قبل ما يوصل لسن البلوغ. هدول بيبقوا ملاك، هدول أبرياء، هدول ما عندهم أي ذنب بهالحياة سوى إنهم انحرموا من معطيات الحياة ومن الجمال الحياة. فعلى الآخرين أن يهتموا فيهم، وكل ما كان هالشخص عنده إيمان بالله كل ما بيصير بيحس بهالمسؤولية. نعم. يعني أنت بتشعري أنك لما عم بتواسي اليتيم، عم بتساعدي اليتيم، كأنك عم تتقربي لله سبحانه وتعالى، لأنه يعني الله بحب هذا العمل. الله بيكون سعيد وقت اللي بلاقينا نحن منقوم بمهمات إنسانية. فبعد في أكبر من اهتمام باليتيم، مهمة إنسانية. لا، شيء رائع. كلام رائع منك. كمان بدنا نسألك ست رباب، انتقلتي إلى لبنان بعمر كتير صغير رغبة بالإمام موسى الصدر اللي هو قرر ينتقل على لبنان من إيران للعمل الاجتماعي والسياسي. وفي سنة 78 تم اختطاف أو اختفاء الإمام موسى الصدر، وأنت بدأت المسيرة. خبريني عن هالمرحلة أو هالحقبة من الزمن. هل كان عندك خوف؟ شو شعورك بوقتها؟ سؤالك سؤالين. سؤالين مزبوط. سؤال الأول، نعم، أنا جيت بعمر كتير صغير على لبنان زيارة عند الإمام. نعم. نعم. وشاء القدر أنه أنا أتزوج وأبقى بلبنان. أوكي. فعندما قررنا أنه أنا أبقى بلبنان،
فأنا بلشت يعني بدي أقضي وقتي بشيء مهم ويكون مفيد، خاصة بالستينات كثير كانت أجواء المرأة هيك كثير متواضعة جدا، يعني بحاجة لدعم وعناية. وكان الإمام مبلش بتأسيس المؤسسات للشباب وللبنات، فكان أنا إلي الشرف إنه استلم قسم الفتيات. بلشتي من ستينات بلشنا بعشر بنات، هذا بس. بيت الفتاة اللي بينحكى عنه هيدي كانت، بلشنا بعشر بنات وبلشنا نشتغل سنة على سنة صار يزيد. اليوم انت اذا بتشوفي المؤسسة في 1100 تلميذة ما شاء الله، وفي 19 مؤسسة، يعني بما في التعليمي وصحي اجتماعي خدماتي ثقافي فكري ابحاث دراسات للديسابل للسبيشال ادوكيشن. فكتير عندكم خدمات هلا حنحكي نعم. فيها اكيد نعم. بس خبرينا عن هالحقبه المزمن. فهذا الشق الثاني ايه؟ للسؤال ايه؟ اكيد بعد غياب السيد فانا كنت بالعمل يعني بخدمته عم بشتغل. هو موجود كان موجود. كان عندك وظيفه بس طبعا كانت مهمتي كثير اقل اكيد. كان هو بيرتب كل شيء وبأمن كل شيء المشرف، انا علي الاداره نعم اداره الامور. فلما غاب اصبح كل شيء مطلوب مني انا. انا مده 3 اشهر نعم ما كان فيني لا افكر ولا كان فيني قرر ولا كنت بحزن. ما كان في افكر من هون لهون، يعني مش بس حزن، اكثر من الحزن. فكان متوقف فعلا، واقف الزمن عندي، واقف الزمن، واقف كل شيء عندي، يعني ما فيني افكر، ما فيني اعمل، ما فيني قرر، ما فيني صدق صارت هالحادثه. هل يعقل انه الامام الصدر يختفى؟ هو شو حتى يختفى؟ هل كنتي كل يوم عم تتوقعي انه يرجع؟ طبعا كنتي كل يوم عندك هالشيء؟ طبعا ولحد الان عندك هالامل. لحد الان انا بتامل وبتمنى على ربي انه هو يرجعه. فهالحاله قضت معي شيء 3 اشهر. ايه بهالثلاث اشهر يوميا كان يصير في اجتماعات، نقعد نحكي مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والآخرين الأخوان مسؤولين، بيصيروا يتحدثوا عن موضوع الإمام. بهالجلسة من الجلسات أنا حسيت هيك في حديث ما عجبني بالنسبة للشغل والمؤسسات، إنه شيء عم ينعمل ما كنت عم تحبيه، مثل اللي فقل. ايه تبعت شو عم بسمع أنا؟ قلت لنفسي اللي بيصير عنده مصيبة يا ترى ببطل يصلي؟ ببطل يصوم؟ هذا الشغل سلا، أنا شو عاملة؟ أنا ليش قاعدة؟ أنا لازم أقوم. فالتاني يوم الصبح قمت، بين البيت والسيارة يمكن في مترين، وقفت رفعت إيدي قلت يا الله انت عارف انا داهره صفر اليدين، ما بايدي شيء الا ايماني فيك، فانت يسر الامور. ونزلت على الشغل وبلشت والله يسر. واكيد اصدقاء الامام صديقاتنا نحن كان عندك دعم من هالاشخاص كلهم؟ طبعا التفوا حولي من اول ما بلشتي. من اول التفوا حولي كلهم. منيح انك لقيتي هالدعم. خبريني عن رؤيه الامام موسى الصدر المغيب. موسى الصدر الامام فرق بينه وبين رجال الدين من ارض للسماء. كيف؟ بشوف الامور مختلف عن البقيه، شوف وظيفة الرجل الدين لازم يكون يهتم بكل شؤون الناس، نعم.
لازم يواسي أمور الناس، مش بس بده يعمل عزة وبده يصلي وبده يرشدهم، لا، حتى بده يكون عون إلهم بحياتهم، حياتهم اليومية، بمشاكلهم، العيال، الناس، الأسس، حكايات، أمور اجتماعية، أمور اقتصادية. فكان هو ببادر، يعني هو ببادر بيقدم نفسه لخدمة الناس. كنت تسمعي له كتير؟ طبعاً. عادة رجال الدين بيجوا لعندهم، هذا اللي بقول أنا في فرق بينه وبين الآخر. بيجوا لعنده، هني بيقعدوا والناس بيجوا لعنده. سيد كان هو يروح لعند الناس، ما كان يقعد، إنه ما كان ينطر العالم، كان هو اللي يروح. أبداً، إنه يجوا لعنده وفود ويعملوا. فهيدا حسيتي هالفرق؟ طبعاً. نوع من التواضع برأيك أنت أو نوع؟ أولاً نوع من التواضع. نعم. ثانياً نعم. إحساس بالمسؤولية، يعني كان عنده إحساس بالمسؤولية وإنسانية عالية. يعني كان من قلبه عم يعمل كل شيء. من قلبه. قديش كان يهتم بأمور الناس، قديش. شو برأيك لو كان هو موجود هون؟ أنا برأيي حالي. لو موجود، شو كان تغير؟ كل هالمشاكل اللي نحن عايشينه بلبنان ما كان صار. سؤال تاني. ما كان صار. إذا كان عم يسمعك هلأ شو بتقولي له؟ بقول له نحن بعدنا منتظرينك، وبقول له كل يوم نتفقد لك، كل يوم، بكل حادثة، بكل موضوع، بكل مسألة نتذكره وبننتظره. الله يرجعه. الله يرجعه. الله يرجعه. مضى 50، أكثر من 50 سنة على تأسيس مؤسسات الصدر، وعندكم كثير من الخدمات اللي حابين اليوم نعرف مشاهدينا عن الخدمات اللي بيقدموها والفعاليات. أكيد في كذا شق لهيدا الموضوع، بدنا نحكي عن الخدمات للأيتام والمحتاجين والفقراء، والقسم الثاني عن كيف، عن خدمة المرأة وكيف تقوية المرأة بالمجتمع وخصوصا المرأة اللبنانية. خدماتنا نحن بتنقسم لثلاث أقسام، في تعليم والتربية ورعاية، وفي كمان تمكين المرأة، يعني تأهيل المرأة بأن تكون قوية في حياتها. نعم. تقوم بدورة اللي لازم تقوم. والقسم الثالث خدمات صحية. نعم. يعني في مراكز صحية، وفي اهتمام بشؤون الناس من حيث الصحة، ممرضات، مستوصفات، مدرسة تمريض إلى آخره. يعني في كتير فروع على لكم. في 19 مؤسسة أنا قلتها بقلب بيروت، منتشرين بكل لبنان، بالجنوب منتشرين أكثر. نعم. بالجنوب. نعم. بالجنوب منتشرين، بس في كمان 2 موجودين ببيروت. نعم. صاير تقريبا على جنب الضاحية الجنوبية بمنطقة البرج البراجنة. مدارس بيبدأ من الروضات بيوصل لبكالوريا. كم مدرسة عندكم؟ بتعدي. روضات، ابتدائي، تمريض. هيدول الموجودين قلتي بجنوب، ما هيك؟ نعم. سبيشال إدوكيشن، فياتا، 7 مدارس. 7. وأكيد بين الأكاديمي وبين المهني. مهنيات قسمين، في مهنيات بكالوريا شهادات، مهنيات اختصاص خاص بيعملوها مدة سنة وبيتخرجوا. بس أكيد كلها شهادات رسمية. وهي المدارس مخصصة للأيتام والفقراء ولا؟ هي مخصصة للأيتام والفقراء. نعم. بس مدرسة كتير مستواها عالي. نعم. كتير كتير. ذكرتي دخلوا الأغنياء حتى فيها، طلبوا هني إنه لا تحرمونا من هذا الخدمة. يعني سمعوا قديش قوية المدارس وبدهم يحطوا أولادهم فيها. شوفي أسلوب التعليم كتير مميز عنا. كثير مميز. هاي قليل اليوم الناس إلى خلق هيك تشتغل. نعم. يعني يمكن نحن دقة قديمة.
لا بس شكلها انه كثير منيحه، حتى عم تقولي الاغنياء مش الفقراء عم بدهم يستعملوا هذا المنهج او يفوتوا اولادهم بهدول المدارس. في عندكم قديش كميه ال خلينا نقول اغنياء كمان قديش النسبه؟ 10% 10% حطينا لهم، 90% للبقيه للايتام وللفقراء. نعم، لانه كمان ما فينا ندخل كل الاغنياء. مظبوط، ما في مجال. بالنسبه ل ذكرتي اليوم عن فتيات اللي هن اذكياء زياده عن اللزوم، كيف بتطورون هالذكاء اللي عندهم؟ في بيناتهم موجوده عدد هدول بهدول المدارس ولا بكل المدارس؟ نعم. نعم، بين الفقراء، بين بين الفقراء معدومين، هدول اللي مهمشين عندهم الاي كيو 130 140 145، يعني درجات عاليه. كيف اكتشفتوا هدول البنات؟ ما هو بنشتغل معهم. ايه، نحن روحنا معهم. ايه، يعني بيتنفسوا بننتبه لهم. ايه، اذا عطسوا بننتبه لهم، اذا سعلوا بننتبه لهم. اكيد. كيف ما فينا نكشف؟ ايه، يعني هالقد في اهتمام بالقسم اللي ليان موجوده، براقبوهم بكل شيء، بيعملوا لهم تيستينج. نعم نعم، هو في تيست لشخصيه البنات، قديش مستواها يعني بتطورون هالموهبة اللي عندهم او القدرات اللي عندهم. بعد ما كشفنا في مجموعة من هالأذكياء، جبنا أخصائيين عملوا دورات تدريبية للمعلمات حتى صاروا كيف بيتعاطوا مع هدول، لأن هو بيختلف طريقة التعليم. نعم، ألعاب اللي بيلعبوا فيها، يعني مجال اللي يعني كل شيء مميز لإلهم عم تعملون إياه. اوكي، فهيك صار. فما شاء الله هلا ماشيين، يعني انت تخيلي. نعم، بنت. نعم، فقيره بتطلع من هالعيله، اذا ما حضنتيها ما فتحتي للطريق اكيد بدها تموت، يعني لازم يكون كل قدراتها بتروح. اكيد، بينما يمكن بكره هيدي بتطلع نابغه. اكيد ما بنعرف. اكيد اكيد بتفتخروا فيها. بتعرفي بيشتركوا البنات مسابقه الرسم. السفارة اليابانية ببيروت عملوا مع المدارس مسابقة، شاركوا كل المدارس وشاركنا نحن. بنتنا طلعت الأولى. حلو. بالرسم. حلو حلو حلو. فطلبوا إنه تعوا خذوا الجائزة، بدنا نروح لعندهم. قلنا لهم لا، على اليابان ما فينا نروح. فبعتوا لنا إياه، بعتوا الجائزة للبنت. إيه طبعاً، شيء كثير حلو، شيء مفتخر فيه عن جد. طبعاً. عن جد. يعني مثلا في كورال بينشدوا. ايه هدول الكورال هيدي اللي حابه اعرفها بيدخلوا منك. ايه بيدخلوا مسابقات. نعم، الجامعه الامريكيه كانوا عاملين مسابقه زكي نسيف. ايه، فغنوا له من اغاني لزكي نسيف، طلعوا الاولى بلبنان. ما شاء الله ما شاء الله. وهن محجبات. ايه، وهن ملفلفات، وهن بيعملوا اداء من احسن ما يكون. يعني شو حلو هالمبادرة، كثير كثير حلوة ومفتخر فيها. أكيد أكيد. بدنا نسألك هلأ عن أمريكا وولاية ميشيغان ومؤسسات الصدر بميشيغان، خبرينا عن الفعاليات اللي عم بتصير. طبعاً قلنا زمان، قلنا زمان، يعني صار سنوات ربما بين 17-18 سنة إحنا أخذين رخصة هون صدر الصدر فونديشن أمريكا يو اس. كل سنة نحن منيجي لهون بيعملوا لنا بانكويت، والجالية اللبنانية الحبيبة بيشاركوا معنا. ايه، وبيحضروا. ايه، يعني هالليلة بنعتبرها عيد، كل بلتقين مع بعضهم. ايه، هو حفل كبير بيكون. حفلة كبيرة، يعني بيحضر ربما أكثر من 1000 شخص. هلا مقربا يعني بعد نهار السبت 23 الشهر الحفل السنوي لمؤسسات الصدر بالاسلاميك سنتر على فورد رود. اي ساعه؟ الساعه 5:30. اللي بيحب يشارك اهلا وسهلا. خبرينا. في تفاعل كثير بينه وبين اعضاء الجمعيه صدر فونديشن امريكا. نعم، لانه عندهم نشاطات كثيره، وهن كمان بيتعاونوا مع جمعيات اخرى، يعني مش بس لحالهم بيشتغلوا، بصير في تبادل يعني خبرات، خدمات، مساعدات
بيناتهم مع الآخرين. وهل اللبنانيين المغتربين الموجود هون بيدعموا هالمؤسسات المؤسسة الموجودة هون والمؤسسات بلبنان؟ هن بيتبرعوا بهذا العشاء. ايه أو على مدار السنة بيتبرعوا لهالجمعية الموجودة هون. نحن نبعث رسالة من لبنان رسمياً نطلب من الجمعية نحن بحاجة لمساري. نعم. فبيحولوا لنا كمان رسمياً. كمان. نرجع نكتب رسالة للجمعية نحن كيف صرفنا هالمصريات. يعني عاملينها قانونية. قانونية. نظامية. مش عبث يعني هيك. ما بنحمل معنا ليرة. كله منظم بهذه الطريقة. ما بناخذ معنا. كله بيبقى هون. بيتحول على طريقة رسمية. يعني مبرمجة ممنهجة وبيبعتوها على لبنان ونحن هون أكيد بنستعملهم لخدمة هالصغار. هل بتتلقى مؤسسات الصدر الدعم المعنوي والمادي المفروض تتلقى برأيك؟ لا بأس. نعم نعم. يعني أنا بقول لك نحن بلبنان عنا إفطارات. الإفطاراتنا بيحضروا كل الطوائف اللبنانية وكلهم بيتبرعوا. شو بده واحد أكثر من هيك؟ شي كثير حلو. وفي حب في احترام في ود لهالمؤسسة. بيجوا بيزوروها بيجوا بيهدوا هالصغار. يمكن لأنه عم تشوفوا عم يشوفوا شو عم تعملوا. طبعا. وهالإنجازات اللي عم تعملوها أكيد طبعا. أكيد قلنا مادي ومعنوي. بالنسبة للحكومة اللبنانية هل تدعم مؤسسة الصدر؟ الحكومة اللبنانية طبعا عندها نعم منحة تعطي لكل المؤسسات الأهلية المجانية وبتعطي كل المؤسسات الموجودة بلبنان. كل المؤسسات بس بتعطيها يعني إيكوالي بتعطيها بالتساوي ايه. ولا في قانون في قانون. قانون اوكي. يعني مثلا لليتيم بينعطى هالقد، للمهني بينعطى هالقد، مثلا للمعاقين بينعطى هالقد. اي شو هي نسبة اللي بيشتغلوا بالمؤسسات؟ هل هي تطوع او في تطوع موظفين عاديين؟ في تطوع كثير وفي موظفين اللي بدهم يبقوا دائما. ونسبة التطوع قديش بالمؤسسة؟ ضمن المؤسسة نعم. نسبة التطوع مش كثير. بس كأعضاء جمعية مثلاً صديقات روابط كتار 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 يعني عم بس مثلاً موظف يومي هيدا مش كتير. يعني ممكن يكون عنا حصص الساعات اللي بدرسوا هدول بيكون تطوع. أوكي. بس إن واحد ياخد على مدار الشهر كله يكون متطوع يدرس لا ما بيقدر. مظبوط. لأنه يعني كمان هن بدهم يكون ضمن حدود أكيد. مثلا من سنة 2014 الدولة ما قدرت تدفع لنا المنح فهي كتير مأثرة علينا. والناس كمان ظروفها الاقتصادية تعبانة كمان مش قادرين يتبرعوا مثل ما كنت. طب وكيف عم تقدروا هلأ تمشوا الحال؟ كتير بصعوبة. مشان هيك نحن يعني عزمنا نعم بكل يعني جدية نبدأ نعمل عمل إنتاجي. يعني حتى مثل. لو دينا يعمل واحد شي مصنع مثلاً يعمل شي مشروع كبير. عم تدرسوا هلأ نعم. مشروع أو مشاريع معينة نعم. شو مثل شو الآن؟ ما يعني ما فيني أقول لك شو لأنه في أكثر من واحد ايه؟ عم بيصير في دراسة عليه. فإن شاء الله إذا كان دراسة سليمة والأعمال بدها تكون بشكل صحيح تتنفذ الله بيسر نعملها مثل شراكة. يعني لأن نحن ما في عندنا مساري نعمل نحن مندير ومنشارك البقية ومنفوت سوا وإن شاء الله بنشتغل. إن شاء الله خير. إن شاء الله بتنحل الأزمة عن قريب. تنحل أزمة لبنان حتى تنحل آمين. كل آمين. مشاكل اللبنانيين آمين. بدي أسألك هالسؤال لكن بدي أسألك إياه بعدين بس حأسألك إياه هلأ. كيف بتشوفي مستقبل لبنان كونك مقيمة هناك؟ ما بشوفه مظلم بس بشوفه أنه في تعب. إيه في ايه. تعب خاصة أنه يعني المسؤولين
ما بياخذوا الامور جديه. قصدك السياسيين؟ نعم. اوكي نعم، ما بياخذوا الامور جديه ويحلوها، يعني مثل اللي ماشي الحال ماشي الحال وبيمشي الامور. سأقول لك ما عم ياخذوها عن جد بشكل جدي، ولا هني ما بدهم ياخذوها بشكل جدي عن قصد؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، بس بعرف انه في معاناه، يعني نحن منعاني، نحن منعاني ومنتأسف ونحزن على لبنان نكون هيك بلد بهالجمال بهالشكل. نعم. والله ما في بلد حلو، بلد حلو جميل مميز، كل شيء فيه مميز، حتى إنسان اللبناني مميز. قديش عم يتحمل؟ كتير. قديش عم يصبر؟ ايه عن جد. بدي أسألك شو انطباعك عن المرأة اللبنانية؟ المرأة اللبنانية يعني أصبحت عم توصل، يعني نحن هلأ شوي وشوي؟ إيه، نحن الآن عندنا مديرات عام، عندنا مديرات عام وعندنا مديرات عام محجبات كمان. نعم، يعني ما كان مانع حجابهم، ما كان مانع من أو عائق يرتفعوا على مستوى مدير عام. هلا عم تتغير المفاهيم شوي وشوي برأيك؟ طبعا طبعا. وشو رأيك، شو بتعطي، أو خليني أقول رسالتك للمغتربين اللبنانيين الموجودين هون اللي عم بتشوفيهم أنت عم بتزوري وعم تشوفيهم كل سنة، شو هي رسالتك لهم؟ يعني كل تقدير واحترام، بس بقول لهم اذكروا لبنان أكثر. بدي أقول لهم اذكروا لبنان أكثر، اذكرونا أكثر. وشو رسالتك للمرأة اللبنانية الأمريكية الموجودة هون كمان؟ يا ريت إذا يعني بتواكب المرأة اللبنانية كيف عايشة، عم تتعذب، عم بتعيش بعذاب ومرار. بتعرفي كمان بلبنان النساء عم يشتغلوا، أكيد رجل ومرأة عم يشتغلوا، شوفوهم كيف بكون حياتهم، عم يناضلوا حتى يعيشوا، حتى يقضوا هالحياة، حتى يعيشوا هالعيلة، لأنه بلد غالي. بلد كتير غالي. فياريت يعني هيك يحسوا معاها ويدعموا قرايبينهم، وكل واحد إذا دعم قرايبينه بصير في عائلة كبيرة. هيدي مهمة، هيدي مهمة. بالمقارنة بدنا نحكي على مؤسسات الصدر، بالمقارنة من أول ما تأسسوا هالمؤسسات لحديث اليوم، هل تعتقدي إنك حققتي جزء كبير من حلم الإمام المغيب موسى الصدر؟ يا ستي بقدر أقول لك إنه بكل صدق في قفزة، في قفزة نوعية بالمنطقة اللي مؤسسة موجودة. نحن كان سابقاً عنا كتار أميات، اليوم ما عنا هالأدوم، ما عاد فيه نسبة كتير قليلة، يمكن أو ما فيه نسبة قليلة جداً. كان وضع المرأة كتير ضعيف، اليوم كتير مختلف، حياة المرأة، حضور المرأة، جرأة المرأة، ترتيبها، اتصالاتها، تواصلها، بتقوم بالواجب، تعمل تواصل اجتماعي مع كل الناس. البنات صاروا متعلمات، دخلوا جامعات. نحن اليوم كثير عنا خريجات جامعة. حلو. يعني كنت بالماضي بتقولي بكالوريا هي الشهادة، اليوم ما بيقبلوا بالبكالوريا يتوظف حدا، بدو ليسانس. بدو ليسانس أقل شيء. مزبوط مزبوط. ست رباب، يا ريت تحكي لنا عن هالتجربة، زيارتك للبابا بالفاتيكان. والله تجربة كبيرة غنية مهمة يمكن ما في مثلها. خبرينا عنها. يعني نحن لما دخلنا عند البابا الحقيقة أنا كتير تأثرت، يعني قد ما تأثرت رفعت إيدي دغري، رفعت إيدي هيك، قلت أنا كيف بدي أسلم عليك، شو بدي أقول لك، كيف بدي أقول. يمكن كان عبالك تسلمي عليه بس ما قادر تسلمي عليه. يعني أكيد ما بقدر. فحس هو أنه أنا هيك ملهوفة، عمل إيدي هيك وعمل لي هيك، شعور كتير حلو، أحلى كتير. في عظمة ورهبة، في عظمة وفي رهبة، بس في الإنسانية والتواضع، تواضع غالب على كل شيء. شو كان هدف الزيارة، الهدف الرئيسي للزيارة؟ نحن
يعني عم نكفي طريق الإمام اللي هو بدأ بالحوار الإسلامي المسيحي، فنحن بعدنا عم نكفي. فيعني استمرارية لهذا العمل، يعني كان هذا الزيارة تتويج للعمل لهذا اللقاء. نعم. وبنفس الوقت بدنا نحن كنا نحكي عن قضية الإمام، اختفاء الإمام. حكينا معه وشرحنا له القصة وتأثر وخبرنا كيف كان الإمام يشتغل يعمل، كيف كان هو دوره مع المسيحيين، كيف راح على الكنيسة بأيام صيام أخواننا المسيحيين. هو أول إمام، أول رجل مين بفوت على الكنيسة وبيعمل عزة بأيام الصوم المسيحي. هيدا شيء تاريخي ما حدا عمله. طبيعي يعني، ويمكن أول رجل دين بيطلب للحوار الإسلام المسيحي. نعم. فيعني خطوة كتير متقدمة. كلها خبرناه، كتير كان متأثر. هل وعد بشي بالنسبة لقضية الإمام موسى الصدر؟ وعد ما وعد، بس سمع كتير بإنسانية ومحبة، وقال إن شاء الله خير. يعني بعد عندك أمل. إن شاء الله. ست رباب الصدر يعني تستحق كل الاحترام والتقدير، ومنتمنى لك طول العمر والصحة والعزيمة لهالشغل كله اللي عم تعمليه. وأنا شكرا. تشرفت كتير بمعرفتك وحبيتك أكتر لما تعرفت عليك، وأهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله تقضي زيارة حلوة كتير بأمريكا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا وشكرك لك وإدارة التلفزيون، وإن شاء الله إلى الأمام دائما. وبنزورك بلبنان أكيد. أهلا وسهلا.